الان غادي نقدموا البسطيله. البسطيله طبعا الورقه ديال البسطيله خصها تكون طريه. دابا غنشوفوا الصلصه وكيف كتشوفوا الصوره ديال هذه البسطيله كيفاش انها شهيه. ودرت لها تزيين ديالها الشيف مريم، درت لها بحال العش بداك البيض ديال السمان. يا سلام بالكنافة. يا سلام عليك يا مريم، الله يحفظك بارك الله فيك. غنحتاجوا فيها واحد 3 ديال الدجاجات من وزن 2 كيلوغرام. تقدروا تستخدموا 2 فقط وتضيفوا الشعريه الصينيه، ولكن الوصفه اللي حطرت انا ما درتش فيها الشعريه الصينيه واكتفيت فقط بالدجاج. استخدمت 3 ديال الدجاجات. غنحتاجوا فيها 250 ملل ديال الكريمه السائله خاصه بالطبخ، او خذوا القشطه الطريه، او خذوا اللي كتباع في المحلبات راه الثمن ديالها رخيص 20 درهم لتر، خذوا منها 250 ملل. غتحتاجوا لواحد الكيلو ديال البصل المفروم، غتحتاجوا الفطر الطري من الافضل الطري اللي لقيتوه، ما لقيتوش ديروا المجمد يعني يعني اختيار ثاني، الا ما لقيتوش المجمد عاد ديروا المعلب. صراحه هو الطري افضل، المجمد عادي الا ما كانش تاخذوا اللي في العلب على حسب الرغبه. يعني هنا الكميه من 250 300 ماشي مشكل. غنحتاجوا الجبن الاحمر، الا كان لقيتوا الموتزاريلا حتى هو تستخدموه كان افضل. يعني هنا الكميه من 300 وانتم طالعين شحال ما درتوا الجبن غادي تكون ألد. غنحتاجوا الملح والبزار، سكنجبير، واحد 3 ديال الفصوص ديال الفصوم، شويه ديال القزبر والمعدنوس، وغنحتاجوا نصف كاس ديال الزيت نباتيه، وواحد معلقه كبيره ديال الزبده. غندوز دابا للطريقه باش على حساب الوقت. غنحتاجوا باش نسلقوا الدجاج، غناخذوا الدجاج نغسلوه مزيان بالطريقه المعتاده بالدقيق بالمسائل الكامله ديالها، نقيوه مزيان نقطعوه قطع، نديروه في الماء وغادي نسلقوه مع في داك الماء اللي غادي نديرو. غنديروا فيه بصله، ناخذوا بصله كبيره نقطعوها على 2، ناخذوا اوراق ديال النعناع 2 3، ناخذوا واحد الباقه من القزبر والمعدنوس نلويوها نحزموها ونحطوها بحال غنصلبوا نصوبوا واحد الحساء ولا شوربه، غير هي غادي نديروا معاه الدجاج. غنحتاجوا الملح البزار والسكنجبير وواحد الشرائح ديال الحامض، واحد الحامضه نديروها شرائح ونخليوها مع الدجاج تسلق مزيان. ملي تسلق لنا الدجاج ويطيب غادي نحيدوه. هذاك المرق ما ترميوش، هذاك كيسمى مرق الدجاج، تستخدموه اما في حساء او في البيشاميل، المهم عنده استخدامات كثيره، خليوه جانبا ما تلوحوش يكون لذيذ بزاف. غتاخذوا الدجاج غادي تقطعوه عادي كما كديروا البسطيله، تحيدوا العظام والجلده والمسائل كامله، تخليوه غير الحيمه، وغادي تمشيو نحضروا الصلصه عفوا. غنحتاجوا فيها البصل، كناخذوا واحد الشيء اما بغيتوا اناء ولا مقله كبيره اللي كان عندكم، ولا كوكوط ماشي مشكل، ديروا فيها الزيت مع الزبده. غنزيدوا البصله ونقصوا العافيه بزاف ونبقاو نحركوا فيها حتى تدبل مزيان البصله، يعني غتولي نخليو اللون ديالها يبقى ابيض لان كلشي غادي يكون ابيض. غادي نخلطوها مزيان حتى كتدبل وتطيب. من بعد كنضيفوا التوابل، الملح، الفلفل الاسود، الزنجبيل، الفصوص ديال الثوم، صافي، وكنحركوا مزيان. من بعد كنضيفوا عفوا الكريمه، كنزيدوا عليها الكريمه السائله وكنزيدوا القطع ديال الدجاج حتى هي اللي قطعناها، كنزيدوا نصف الكميه فقط ديال الدجاج اللي قطعناها كقطع صغيره. ومن بعد كنخلطوا مزيان حتى كتشرب داك، ملي كنضيفوا الكريمه كنستناو غير واحد شويه حتى كتشرب داك السائل الدجاج كيتشرب هذيك الكريمه، وكنطفوا يعني ما كنبقاوش نخلطوا بزاف، غير كياقات كنحيدوه كنخليوه على جنب. من بعد كنضيفوا الجبن اما نديروه ديك الساعه اولا كنديروه مع البصله ملي كنكونوا كنقادوها، كنديروا الجبن هكا من الفوق ولا من الداخل باش كيجي هكذا باين، يعني باش كيزيد يعطي التعليكه اما نديروه لداخل اما لبرا. نسيت الفطر غنديروه مع البصل، ملي كيتبان البصل كنزيدوا الفطر، اما كما قلت الطري افضل اولا المجمد. صافي، والفطر الشامبينيون ملي كديروا السيده مع البصل لان هذا هو تيكون ميه تيخصو يتشحر مع البصله مزيان باش الا فيه شي ما كيخصو يتقلى ويتشحر مزيان، حيت منين غديروا السيده في الورقه ديال البسطيله ما خصوش نهائيا يتقلى. هذه الحشوه كامله كتكون جافه يعني ما كيكون فيهاش نهائيا، احنا اصلا ما ضفناش الماء. الكريمه ديك الكميه اللي درناها كيتشرب هذاك الدجاج
صافي ها هي الحشوه عندنا واجده اصلا يعني سهله في التحضير هي صراحه سهله وراه في المذاق كيفاش هاد المكونات او المكونات كتتنسجم في المذاق ناكد لكم انها فعلا رائعه هذه الا عندك ضيافه الا عندك شي عراضه عندك الحباب بغيتي غير يعني تبارك الله وانت راشقه لك لالا وبغيتي تخصي لها وقت وتصوبيها راها غزالة جدا لانه احنا كنأكد قناها هذه هاد البسطيله كتجي مختلفه على البسطيله ديال الحوت او على البسطيله ديال الدجاج الحلوه كتجي هائله جدا كاين ما كيبغيش داك الحلوه هادي بديل مزيان صافي كنعمروها عادي كما انا درتها في المول العجيب جا شفتوها بهذاك الشكل هكذا وكيفاش السيده تلوي هنايا الورقه ديال البسطيله عادي غتحط هذاك المول العجيب قدامها تدهنو تحط الوراقي كما كدير في العاديه هي غديرها في هذاك المول اللي كيكون فيه هذيك الحفره الوسط كتحط الحشوه كتزيد من جناب تزيد الجبن كتقلبها كتدخلها الفرن تشد راسها مزيان لهذا وكتقلبها كترجعها كتحمر انا زينت هذوك الاعشاش ديال الكنافه درتهم بوحديتهم كنديرهم في المول اللي كنصاوبوا فيه الكاب كيك كنديروا ذوك الاعشيشات كندخلهم الكنافه كنديروها مع الزبده مزيان انا كنخدم البسطيله بزبده ديال البندق زبده عاديه كنخليوها على النار حتى كتولي فيها المذاق ديال البندق او النوازيت هي باش كنخدم انا البسطيله كيجي في ديك حتى الورقه كتجي من السما بذاك المذاق ديال زبده البندق صافي درت فكره هذه رائعه انا هادشي اللي وليت كنستخدم دابا في البسطيله كندير دائما زبده البندق صافي حتى هو العشاش ديال الكنافه حتى هما درتهم بنفس الطريقه غلفتهم مزيان بزبده البندق دخلتهم الفران تحمروا خرجتهم درت ديك العشيشات وسط منهم داك البيض ديال السمان وجا المنظر بحال هكاك وزينت الجوانب بالجبن احمر وجبن موتزاريلا جا ابيض صفر ابيض صفر صافي وكنقدموها وبالنسبه للتوابل ما ركزتيش ما درتيش بزاف ديال التوابل لا. لانه هاد المذاقات هاد الانواع ديال الجبن والانواع ديال لا شاركوتري وغيرها اذا التوابل الملح الابزار الابزار والسكنجبير الا كان السكنجبير طري كان ما افضل هنايا طبعا السيده الا بغات مثلا دير واحد شويه ديال الكوزه لانه كاينه صلصه بيضاء كاين السيدات اللي كيبغيو يديروا ديك شويه ديال الكوزه ممكن كتعطي وهي كتمشي مع الصلصه البيضاء مع البيشاميل تقدر كاين الناس اللي ما عندهمش الكريمه يقدروا يديروا البيشاميل غير البيشاميل تجي شويه ثقيله اييه يعني اللي ما واللي عاوتاني جا الدجاج بزاف يدير الشعريه الصينيه ملي يسالي الخليط ويكمل كل شيء يزيد الشعريه الصينيه غير من الافضل اللي يكون دجاج بوحده وطبعا التزيين والدريساج والتقديم النهائي على حسب الرغبه حنايا شفناك انك تما درتي الكنافه ودرتي على شكل عشيشات ديال الطويرات ودرتي فيها داك البيض ديال السمان هذيك كيفاش درتي داك الكنافه في المول ديال الكاب كيك كتاخذي الكنافه مع الزبده كتلبسيها مزيان كتدخليها ديريها في داك ديال المول ديال الكاب كيك كتدخليها الفران كتحمر كتخرجيها كتزيني بها انا تزين صراحه انا ما كيكونش عندي نهائيا فكره انا حتى كنحط البسطيله حدايا واخا نشوف فيها كنقول عاد كندير اللمسه عاد كنبدا نحط تبارك الله عليك الله يحفظك مريم فانا كنشجعكم فعلا تجربوا هاد البسطيله وتصيفطوا لنا التطبيقات ديالكم والصور ديالكم وطبعا راه كتشوفوا انه ديك الشرائح ديال لا شاركوتري كيفاش انها شاده بالاعواد ديال الكوردون ففعلا راها كتجي لذيذه وشهيه